وي الحباب صافا ليكم، كنتمنى كل شيء انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. هذا الفيديو بغيت نديرو اليوم على حساب الناس اللي تابعونا وكيطلبونا اننا باش نصورو لهم مدينه توريت. الاخوه الكرام، كنعتذر على هاد العشرين يوم اللي ما لحت حتى شي فيديو في هاد القناه هادي، وهذا هو الفيديو الاول ديالي في هاد القناه هادي من بعد العشرين يوم. اليوم ان شاء الله جيت نصور لكم مدينه توريت حسب الطلبات ديالكم، اللي يعني فات تقريبا 20 يوم ما لحت حتى شي فيديو. واليوم غادي نقرب لكم مدينه توريت وتشوفوها بحال اللي راكو فيها. غادي نبداو ان شاء الله نصوروا الاحياء من هذا المكان هذا، وغادي نديروا واحد الجوله وفيها الاكشن وفيها المتعه وفيها يعني بزاف المسائل اللي غادي يعجبكم في هذا الفيديو هذا. اولا كنصوروا هذا الحي هذا ديال حي محطه القطار، ومن بعد غادي نصور لكم المحاريق، من بعد بلان جديد، من بعد الفيلاج، من بعد مهم تابعوا هذا الفيديو هذا الى الاخير. مهم فيديو راه زوين وكنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. احنا فوق القنطره ديال مدينه توريت. هذا الجو تبارك الله جو زوين، وبغيت نشارك معكم انكم انتم توحشتوا هذه المدينه هذه، والناس اللي يعني طلبونا باش اننا نصور لهم الاحياء والمحاريق، والناس اللي كيتابعونا من كل جهه. ان شاء الله غادي نكملوا السلسله ديالنا في هذه القناه هذه، من بعد عاد نمروا لشي حاجه اللي تكون زوينه. المهم دابا غادي نمشيو ناكلوا الاخوان، ومن بعد وغادي نكمل لكم الفيديو حتى الاخير. الخير ما كانش عاطي انا ديالي، انا نجلس شي بلاوي ديالكم. لا لا انت تزلي حداك الخير وانا يبان لي والو. كدوب هاد الشيء كدير خينا خويا. سمعنا شي ناس قال لك حتى كيديروا 30 عام عاد كياكلوا البنان. ياك حنا راه بان كيدير 6 شهور كياكل البنان، 6 شهور. ياك خويا فين نتوما فين؟ خويا حنا في الجزائر الشرق. البنان باطل. البنان باطل، هذا غير مزيان، هذا غير مزيان، نسيفطوا له الصندوق ديال البنان. هو سمعت ولا قال لك غير قول مزيان راه البنان هنا باطل كراطويت. ها هو كيدير 100 دورو ها. ها كروسة من 100 كاع ما عندهاش مولاها، ما عاد فين مشى مولاها. جوج بنانات شحال؟ السيد كلا جوج بنانات. شحال؟ شحال جوج بنانات؟ 10 دورو. ها من البنك 10 دورو. سمعت اللي قلت درت 30 عام عاد كليت البنان. ها والله حلو 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 ها. والله 100 دورو الكيلو. هذا غير مزيان نسيفطو لك ستوك ديال البنان. والفريز ها الفريز شحال الفريز؟ الفريز كاع ما هضرش عليه هو، يمكن تدار 50 عام عاد كلا الفريز. عاد الفريز؟ اه تدار 50 عام. الخير كراطوي صح؟ شحال هذه الفطور؟ هذه كدير 2 دريال. ها هي 2 دريال ها. وي الحباب، دابا غادي نحوسوا بكم مدينه توريت. اولا غادي نديروا واحد الدور على الهنديه، حي الهنديه اللي معروف بحي النهضه. نديروا واحد الجوله بكم تحوسوا معنا. هذا الفيديو اللي لاحظتوا ديال البنان كان ميساج لذاك لهذيك يعني هذيك الجريده او الصحافه اللي كانت يعني كتستهز بالمغاربه وبالملك ديالهم. يعني بغينا احنا نعطيهم الرد ديال الرد على الميساجات ديالهم. وراهم الحمد لله شبعوا ميساجات من المغاربه كاملين في المغرب كامل. كل مغربي وكل يوتيوبر كنحييه منا لانهم يعني استفزوه حتى ولا انه كيطلب الملك باش انه يهضر مع الشعب ديالو باش ما يزيدش يستفز هذا الانسان هذا، لانه تعقد شخصيا، لانه مشانا عند الملك والملك محبوب عندنا حنا وكنموتوا على الملك ديالنا. المهم الحباب راه حنا في حي النهضه، كنجدروا بكم واحد الجوله من حي النهضه. ودابا واش غادي نقول لكم الخوت، مهم انتم كتابعونا على هذا الفيديو هذا، غادي نقدموا لكم توريت عن قرب وعن بعد. مهم تلاحظوها بحال راكم فيها، راني عارفكم توحشتوا هذه المدينه هذه، وعارف يعني الانسان ملي كيكون توحش شي حاجه كيدير الف حاجه وحاجه باش انه يشوف المنطقه او الحي او الحومه
ديالو باش انه يعيش اللحظات ويتفكر الذكريات ديالو ويشوف يعني الازقه والحي والحومه. حنا هذا الشيء كنديروه يعني اننا باش نقرب لكم المدينه ديال تاوريت، هذا هو المهم. واكثر من ذلك انكم تشوفوا هذه المدينه الحبيبه اللي 44 والي وماليها كرام وماليها جواد. مهم تاوريت ما كتحتاجش الروايه او يعني الواحد يحكي عليها. تاوريت يعني مدينه واش غادي نقول لكم الاخوان، راكم كتفهموها وكتعرفوها. تاوريت يعني ولافه لواحد الدرجه انكم تمشيو فين ما مشيتو كتبقى تاوريت دائما دائما. وخا شحال من واحد يعني حرق مشى من هذه المدينه هذه انه باش يمشي يعني يسوفي راسو ويرجع لهذه المدينه، وما ذلك كتبقى في القلب. يعني تاوريت ولافه، وكنعرفوا ان الواحد يكون بعيد عليها كيحس بها. يعني تاوريت يعني واش نقول، الام تاوريت كنعتبرها انا ام. بعد ذلك انا كنصور لكم هاد الاحياء، راني عارف وحاس يعني. ودابا ما نقول لكمش يعني هاد الجو ديال الشتاء، تاوريت ملي كتصب عليها الشتاء كتولي دوزيام باري. انا قلتها في الفيديو السابق يعني تاوريت دوزيام باري. دابا الاخوان راح نعاد في الهنديه، كنديروا بكم واحد الجوله في الهنديه انا والاخوان. معايا السيميمون، كنعطي التحيه للسيميمون الابن المدينه حتى هو اللي ما يحتاجش يعني انه التعارف يعني معروف. ومعايا محمد البوكيلي اللي يعني الغيور على المدينه حتى هو، يعني راه واحد الصديق وواحد يعني كنحيي سي محمد البوكيلي من هذا الفيديو هذا. وكنحيي الجاليه المغربيه اللي كيتواصلوا معايا يعني الى غير ذلك. وكنعتذر لكم على هاد العشرين يوم لانني ما لحقت حتى شي فيديو، يعني كنت في واحد يعني في واحد كان عندي شي غرضات وداك الشيء الى غير ذلك. المهم الاخوان الفيديو غادي نخليكم شي موسيقى زوينه تتبعوا هذا الفيديو كامل.
تعال يلا شوف ايه ولدك هتشيب على يلا هذا الحسن كنت يلا يلا ايه يلا هيا نكس واشتدر واه هيا نكس واشتدر السلام عليكم، معكم حسان فلوكس. تابوناو معنا في القناة وطبعا زر التشغيل، نساوش تتابعونا على الفيسبوك وإنستغرام.